النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. بحمد الله هطلت زخات رعدية من الأمطار في أجزاء واسعة من المملكة. نستعرض هذه الأمطار عبر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا في طقس العرب، والتي أشارت أن الطقس كان في ساعات الصباح مستقر، كما تحدثنا مرارا بأن سمة حالات عدم الاستقرار الجوي بأنها تتميز بانقلاب المفاجئ للأحوال الجوية وهطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق عشوائية، ولا يستبعد في كثير من الأحيان أن تكون هذه الأمطار غزيرة كما حدث هذا اليوم. في البداية تشكلت سحب ركامية رعدية كثيفة اليوم في البادية الشرقية في مناطق الصفاوي، طريق الصحراوي المؤدي إلى المنطقة الشرقية، إضافة إلى مناطق في شمال المملكة في قرب المفرق ومناطق أم القطين دير الكهف، وأيضا مناطق الحدودية مع الأراضي السورية. كانت هناك سحب كما تلاحظون بهذه الألوان، اللون الأبيض، هذه السحب كانت رعدية كثيفة جلبت كميات من الأمطار، كما كان هناك عدد من المشاهد لحدوث عواصف رعدية وصواعق، ثم تحركت هذه السحب تدريجيا يعني وصلت إلى منطقة أو محافظة إربد، جرش وعجلون، وإضافة إلى محافظة زرقاء، والتي اليوم وصل العديد من الفيديوهات للأمطار هناك، وكان الجميع سعيدا جدا بهذه الأمطار الخيرة في هذا الوقت من العام. ولاحقا تحركت هذه السحب كما تلاحظون باتجاه حركتها باتجاه مناطق العاصمة عمان، وهطلت بها الأمطار الرعدية، ومن ثم وصلت إلى مناطق البلقاء وأجزاء واسعة من محافظة مادبة وأيضا مناطق مطار ملك علياء الدولي. هذه السحب والغيوم الركامية الرعدية كانت ناتجة عن تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ولكن اعتبارا من ساعات مساء هذا اليوم وهذه الليلة يبدأ التراجع التدريجي هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، والتي بحمد الله جلبت أمطار وفيرة لتضيف على هذا الموسم المطري الغاية في التميز من ناحية كميات الأمطار، والتي وصلت في بعض المناطق إلى 800 ملم، أي بما يقارب موسمين مطريين في واحد. إذن هذه حالة من عدم الاستقرار الجوي تأثرت نتيجة تمركز لمنخفض البحر الأحمر. هذا المنخفض الجوي أو منخفض البحر الأحمر المسمى امتد باتجاه المملكة. تصادف هذا المنخفض أحيانا مع كتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا يعمل على حدوث هذه الأحوال الجوية غير المستقرة في المملكة. وخلال الساعات القادمة، هذه مع ساعات ظهيرة هذا اليوم، نهار يوم غدا يتحرك هذا المنخفض الجوي شرقا ليتمركز في داخل أراضي السعودية، يدخل مرتفع جوي قادم من الأراضي المصرية باتجاه أجزاء من المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. هذا سيعمل على استقرار في الأجواء، ولكن نهار يوم الأحد كما نلاحظ يعود مرة أخرى منخفض البحر الأحمر للظهور على الخرائط ويمتد نحو مناطق بلاد الشام بما فيها المملكة. هذه المرة لن يتصادف هذا المنخفض الجوي منخفض البحر الأحمر مع وجود لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، ولكن يتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع واضح على درجات الحرارة، كون هذا المنخفض يصحب معه كتل هوائية دافئة وأحيانا حارة تأتي من شبه الجزيرة العربية وتتجه باتجاه المملكة. سنستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في طبقات الجو خلال الأيام القادمة. إذن اللون الأخضر والأصفر هو درجات حرارة أقل أو أبرد، بينما اللون الأحمر هي درجات حرارة مرتفعة. هذه الخرائط لنهار هذا اليوم. إذن كما نلاحظ المملكة تقع ضمن درجات الحرارة المنخفضة، لذلك شعرنا أن الطقس مائل للبرودة اليوم أكثر مما كان عليه في الأيام السابقة، وهذا ناتج عن تواجد لحوض علوي بارد في طبقات الجو العليا وطريقة امتداد منخفض البحر الأحمر يسمح بتدفق هواء أكثر برودة على سطح الأرض باتجاه المملكة. ولكن لنرى ماذا سيحدث خلال اليومين القادمين مع إعادة تمحور وتشكل لهذا المنخفض الجوي منخفض البحر الأحمر. إذن غدا السبت يبدأ
هناك ارتفاع درجات حرارة، كما نلاحظ أن اللون الأحمر كان متمركز هنا يصبح أقرب باتجاه المملكة هذا اليوم الجمعة غدا السبت. إذن هناك ارتفاع على درجات الحرارة وتتحرك الكتل الهوائية الباردة مبتعدة عن المملكة باتجاه البحر الأبيض المتوسط. نلاحظ يوم الأحد إذن مع نفس شكل خريطة الضغط المنخفض يتحرك هذا الهواء الساخن باتجاه المملكة ليعمل على حدوث ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، ويتوقع أن يتحول الطقس يصبح ربيعي دافئ بشكل لافت في أغلب مناطق المملكة. هذه الخريطة ليوم الاثنين. إذن كما نلاحظ سيطرة كاملة للهواء الساخن على معظم مناطق بلاد الشام وتدريجين، إذن هنا السبت الأحد وهنا اليوم الاثنين، وتستمر درجات الحرارة إن شاء الله بالارتفاع. دعونا نصعد الأحوال الجوية هذه الليلة، نعود مرة أخرى لهذه الليلة. إذا تضعف حالة عدم الاستقرار الجوي، ترتفع نسب الرطوبة بشكل لافت تصل إلى 96% مع أجواء رطبة للغاية الليلة القادمة، وهناك فرصة تشكل بعض الضباب المتقطع. درجة الحرارة صغرى 11 درجة مئوية، يعني الطقس بارد نسبي عموما هذه الليلة. في العديد من المناطق ربما لن يكون هناك الطقس متاح للجلسات الخارجية. نهار يوم غدا سنستعرض معكم الآن درجات الحرارة. نهار يوم غدا طقس مستقر بوجه عام، هناك ارتفاع وبدء ارتفاع درجات الحرارة، وطقس غدا ربيعي معتدل في أغلب مناطق المملكة، يميل للدفء والحرارة خاصة في مناطق الأغوار، البحر الميت وخليج العقبة. إذن دعونا نستعرض درجات الحرارة في محافظات المملكة ونبدأها في المنطقة الشمالية. إذن في إربد 25-13 درجة مئوية، هناك فرصة غدا لأن يكون الطقس بعض الشيء مغبر ناتج عن هذا الامتداد لمنخفض البحر الأحمر الذي يؤدي لهبوب بعض الرياح الشمالية الشرقية، وبالتالي نرى أن الأجواء مشمسة لكنها في بعض الفترات قد تكون مغبرة نتيجة هذه الرياح الشمالية الشرقية المرافقة لهذا المنخفض البحر الأحمر. غدا في إربد 25-13 في جرش، 20-13 في عجلون، والمفرق 26-14 درجة مئوية. الأمر ذاته في العاصمة عمان والمناطق الوسطى ربما تكون بعض الشيء الأجواء مغبرة على فترات، ترتفع في العاصمة غدا إلى 23 درجة مئوية، الصغرى 14، في الزرقاء 26-14، في الصلد 23-16، في مادبة 23-14، وفي البحر الميت 29-20 درجة مئوية. المناطق الجنوبية تعيش نفس الأجواء تقريبا، في الكرك 19-13، في الطفيلة 19-13، في الشراء 16-11، معان 22-13، وفي العقبة من 28-18، يعني الأجواء حارة تقريبا نسبيا في العقبة ودافئة للغاية. في المناطق الشرقية أجواء مغبرة غدا، سيما في منطقة الرويشد 28-14، في الصفاوي 27-14، وفي الأزرق 29-16 درجة مئوية. دعونا نتعرف على أحوال الطقس خلال الأيام القادمة. إذن السبت 23-14، نلاحظ ليلة السبت على الأحد تعاود درجات حل الارتفاع ويصبح الطقس أقل برودة مما سيكون عليه هذه الليلة. الأحد أجواء غائمة جزئياً 24-16، بالرغم من الاستقرار ولكن بسبب وجود منخفض البحر الأحمر تبقى هناك فرصة ضعيفة لأن نرى بعض الزخات المحلية من الأمطار يوم الأحد، ولكن السمة الأساسية للأجواء هي الأجواء المستقرة والربيعية الدافئة. 24 درجة مئوية نهارا، 16 درجة مئوية في ساعات الليل، وأجواء دافئة ليلا مناسبة للجلسات الخارجية على الشرفات. ويوم الاثنين 26-16، أجواء غالبا مشمسة مع ظهور بعض السحب المتفرقة، والأجواء تكون دافئة للغاية ربيعية ومستقرة وسواء في نهار وفي الليل، وبالتالي يعني أعتقد أننا يمكن بداية هذا الأسبوع القادم أن نستطيع الجلوس على الشرفات الخارجية الخاصة في منازلنا أو في يعني أيا كان منزلنا مع هذه الأجواء دون الشعور بالبرودة الكبيرة كما كان عليه الأجواء خلال الأسابيع الماضية. وهذا بحمد الله بدء فصل الربيع في المملكة، علاماته أصبحت واضحة. هل انتهينا من الأمطار والبرودة؟ لا نستطيع القول ذلك، تبقى فرص الأمطار تاريخيا في المملكة وحسب السجلات المناخية إلى نهاية شهر 5، لكن مع مرور الوقت تضعف. كذلك أمر هو بالنسبة للبرودة، تبقى المملكة معرضة لتأثر بمنخفضات جوية خماسينية أحياناً وتكون مصحوبة بكتل هوائية باردة في يعني بعد نهايتها، وبالتالي تبقى درجات الحرارة معرضة للهبوط، ولكن كما ذكرنا كما هي الحال في الأمطار تضعف تدريجياً تكرار وصول الكتل الهوائية الباردة. وسبحان الله هذه هي علامات اقتراب فصل الصيف، وهو ما يميز بين الفصلين أنه فصل الربيع. إذن أتمنى لكم جميعاً مساء سعيد أينما كنتم، وعطلة نهاية أسبوع سعيدة. دائماً نتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.